نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تي شيرت الزمالك اللي هنحتفل معاه ومعاكم خلال 24 ساعه بمرور 111 سنه على تاسيسه. 111 سنه كلها حب، كلها انتماء واعتزاز، افراح واحزان، انتصارات وانكسارات، لكنه فضل على مر الزمن باقي كقلعه رياضيه شامخه عظيمه اسمها كده مدوي في الشرق الاوسط وافريقيا كلها. بكره هيكون لنا كلام كتير جدا طبعا عن يوم 5 يناير والذكرى العظيمه دي، بس خلوني دلوقتي ارحب بزميلتي العزيزه انجي يحيى. نهارك ابيض يا انجي. نهارك ابيض يا نربانا، ونهاركم ابيض جميعا. وزي ما قلتي اكيد بكره هيكون كلام اكتر، يكون لنا تفاصيل اكتر كمان، لقاءات وتقارير عن اكيد اجمل ذكرى عند كل الزملكاويه، تاسيس قلعه ميتا قبه، مدرسه الفن والهندسه. بس تعالوا دلوقتي ناخدكم ونروح لكلامنا طبعا اللي كنا بنتكلمه امبارح عن الحدث الابرز اللي حصل امبارح، وهو قرعه كاس الرابطه. طبعا الزمالك كان زي ما قلنا وضع على راس مجموعه، المجموعه اللي معانا بتضم انديه زي فاركو ان بي غزل المحله، كمان طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا. 6 فرق يا جماعه تنافس على تذكره التاهل للدور قبل النهائي، طبعا بجانب فريق واحد من افضل تواني في المجموعات الثلاثه. انا من وجهه نظري شايفه انه مجموعه الزمالك الحقيقه شايفه ان هي مجموعه متوازنه جدا، شايفه ان كل المجموعات يعني شايفه كل المجموعات الحقيقه شايفاها متوازنين، يعني مش مجموعه الزمالك بس اللي بتكلم عليها. لو بصينا كده لكل الفرق هنلاقي ان الجميع يا جماعه عنده طموح، الجميع عايز يخرج باكبر استفاده من البطوله، سواء طبعا كانوا لعيبه او كمان مدربين، كله عايز يستفيد من البطوله ده هي. وانا كمان شايفه ان مجموعه الزمالك فيها فعلا توازن حتى في ترتيب الماتشات. يعني احنا يوم 14 يناير هنبتدي مع امبي، مباراه طبعا قويه، احنا كلنا بنبقى عارفين مباراه امبي مع الزمالك تبقى عامله ازاي. بعد كده عندنا يوم 18 ماتش ممكن يكون اسهل نسبيا مع فاركو، بس زي ما انا قلت ودايما بقول الماتشات الموسم ده عموما او الفتره دي مش تبقى متوقعه قوي. وبعديه عندنا تدرج تاني في المستوى التنافسي مع غزل المحله، واللي طبعا كلنا شايفينه ماشي بشكل كويس جدا جدا الموسم ده، يمكن ده افضل بدايه ليه من فترات، يعني حتى مع تغير المدير الفني هو فعلا ماشي كويس جدا، فمباراه برده مش سهله. بعد كده عندنا سيراميكا كليوباترا يوم 28 يناير، اخيرا كمان هنقابل طلائع الجيش يوم 1 فبراير. احنا لعبنا في الدوري لغايه دلوقتي في الدور الاول مع 4 فرق من الخمسه دول اللي معانا. لعبنا مثلا مع الجيش وكسبنا 2-0، بعد كده قبلها كمان كان معانا ماتش مع ام بي اول ماتش وكسبنا برده بنفس النتيجه، سيراميكا طبعا كليوباترا، وكسبنا بجول مصطفى فتحي، ومع المحله كسبنا طبعا اخر ماتش بنتيجه 4-0، وكان طبعا ماتش رائع جدا. بس احنا لسه ما لعبناش مع فاركو لحد دلوقتي. انا شايفه ان سيراميكا لو هنبتدي نفصص كده فريق سيراميكا طبعا ماشي بخطى كويسه جدا يا جماعه، وطبعا كلنا شفنا الريمونتادا اللي عملها في اخر ماتشين قدام الاتحاد السكندري، وده كان ماتش رائع جدا جدا كلنا اتفرجنا عليه وكلنا استمتعنا بيه الحقيقه، واكد لنا ان الدوري السنه دي هيكون فيه منافسين كتير فعلا. مقاولين كمان عنده مجموعه لعيبه ممتازين جدا جدا. طلائع الجيش رغم ان هو ابتدى الموسم بالفوز طبعا بكاس السوبر، لكن برضو نقدر نقول ان هو نتائجه تراجعت شويه. بعد كده كان في تغيير فني برحيل الكابتن عبد الحميد بسيوني اللي هيشكل طبعا اضافه قويه جدا جدا الناحيه الثانيه عند فرقه المحله بعد رحيل كابتن محمد عوده. كمان فاركو، ما احنا ذكرنا كمان فاركو عنده طموحات ان هو يظهر اكيد بشكل مميز، ان هو يثبت نفسه. امبي زي ما قلت معروف ومعروفه ماتشاته قدام الزمالك في اي مناسبه بتكون عامله ازاي. يعني القرعه ما فيش ماتش فيها مضمون زي ما بقول، وافتكر ان هي فرصه كويسه جدا وذهبيه للجهاز الفني واللعيبه للخروج باكبر عدد من المكاسب. يعني انا شايفه ان البنا زي ما انت قلتي فعلا هي فرصه ذهبيه، وفرصه الحقيقه مش هتتكرر تاني. انت بتفضل تدور على ماتشات وديه تلعبها فترات التوقف، الفتره اللي عندنا دي كنا بنتكلم احنا نلعب ماتش ودي او ماتشين وديين، بس دلوقتي احنا عندنا بطوله. الفرق يا جماعه انه الفرق دايما بتلعب في الماتشات الوديه، بتلعب بيبقى مش عندها حماس، بيبقى مش عندها الرغبه في ان هي تكسب. طبعا الاعتبارات كتير جدا منها انها في الاخر بتلعب ماتشات وديه، كل مدرب بيبقى خايف على اللعيبه الكبار بتوعه، كل لاعب بيكون خايف على نفسه من ان هو يصاب في الاخر في ماتش ودي. لكن الامور في الماتشات الرسميه بتكون مختلفه تماما، الامور بتكون واخده طابع حماسي اكتر، بتبقى واخده طبعا طابع رسمي اكتر، بتبقى المدربين بي بي بي
بيتعاملوا بطريقه مختلفه عن الماتشات الوديه، ففكره البطوله انه الماتشات فيها هتكون مختلفه افتكر كمان ان ده هيخليها افضل بكتير من فكره ان احنا نلعب ماتش او ماتشين وديين. طبعا احنا قلنا الكلام ده امبارح، كان امبارح معايا استاذ عطيه عبد الخالق، كان معايا كمان محمد خالد عبر زوم، كنا بنتكلم معاهم في فقره سهم وقوس ازاي نطلع بالبطوله دي باكبر استفاده، بنتكلم البطوله دي جت في وقتها وان هو ده وقتها ان احنا نبدا ان احنا نعد اللعيبه ونبداوا ان هم يلعبوا الماتشات دي كاستعدادا للفتره الجايه وفتره واستكمال الدوري. انا عارفه بالظبط انه يعني عارفه ان البلد كنت بتكلم امبارح برضو مع حد في حاجه بقول ان انا بشبه البطوله دي ببطوله كاس العرب. يعني بطوله كاس العرب الاخيره ديت كانت شايفه انها كانت افضل اعداد للمنتخب قبل فتره كاس الامم، ولو تلاحظي برضو في حاجه ممكن نقولها انه كل الفرق او كل فرق افريقيا اللي شاركت سواء مصر الجزائر المغرب تونس كلنا استفدنا الحقيقه من البطوله دي قبل المشاركه في كاس الامم، كله طلع باستفاده حقيقيه. صحيح. من حتى يعني اللي ما وصلش للمركز اللي هو حبه بالزبط. هو فعلا طلع بمكاسب كتير بالزبط. جدا حتى حقيقة. يعني حتى لو القوام الاساسي كان معظمه نيرفانا برضو من المحترفين، لكن الامور عندنا متغيره شويه طبعا. عشان كده انا شايفه حاجه، انا شايفه ان كاس الرابطه لو نجح الجهاز الفني طبعا بقياده مستر كارتيرون ان هو يقدر ان هو يستغل البطوله ديت بالشكل الامثل، اكيد هتكون يعني افضل فتره اعداد لماتشات الدوري. وعلى فكره مطلوب جدا مننا الفتره الجايه دي المنافسه وكمان الفوز على البطوله، لانها في النهايه هي بطوله رسميه تحت مظله الكره المصريه، وما ينفعش الزمالك يدخل الحقيقه اي بطوله غير وهو ناوي ان هو دي حقيقه. انا عاجبني جدا ان انت بتبروزي كمان فكره ان احنا ما نستهونش بالبطوله، هي بطوله احنا في الاخر عايزين فعلا نفوز بيها ايا كان كل واحد واخدها كايه، دي بطوله يا جماعه فعلا رسميه زي ما احنا قلنا هنطلع منها بمكاسب كتير جدا وهنعرف مستقبلنا عموما رايح فين. فعموما كل التوفيق طبعا للزمالك، هنتابع معاكم ماتشات البطوله يوم بيوم واول باول. عايزه كمان افكركم ان جوائز كاس الرابطه بما ان احنا بنحاول ان احنا نحفز الناس شويه على البطوله وما تاخدهاش من برسبكتيف ان هي قليله او ايا كان، هي مش قليله خالص حتى على الجانب المادي. المركز الاول هياخد 1,500,000 جنيه، ده لصاحب المركز الاول زي ما قلت، ومليون جنيه لصاحب المركز الثاني، 500,000 جنيه ده للمركز الثالث، 250,000 لصاحب المركز الرابع. كل فريق كمان هيشارك هياخد 100,000 جنيه كمان مفترض الملعب. يعني هو في النهاية بالنسبة لي المكسب الفني في الملعب طبعا والمعنوي أهم بكتير من المادي، بس احنا بنذكر معاكم كل المكاسب. يعني بالنسبة لي طبعا ده أهم بكتير من أنا أذكر دلوقتي المكاسب المادية، بس خلوني أسرد معاكم كل المكاسب عموما على كل النواحي. أنا عايزة أشوف الزمالك قبل بداية الدوري بشكل اقوى زي اللي ابتدينا بيه المسابقه وزي اللي ختمنا بيه الموسم اللي فات، برغم بقى ان كانت الظروف كلها صعبه وكان في عدم استقرار سواء بقى وكان في توقف كتير جدا وكل ده، انا عايزه اشوف نفس الروح اللي كنا بنلعب بيها، كنا مضغوطين جدا جدا، كنا بنطلع نقول عن على الفير بلاي والحاجات دي كلها، بس في الاخر احنا دلوقتي طالعين بنقول ان احنا عايزين نحافظ على اللقب اللي احنا خدناه في عز الظروف الصعبة جدا اللي احنا مرينا بيها الموسم اللي فات. انا بقى عايز اشوف نفس الروح دي، عايز اشوف نفس الروح دي مع ان الظروف دلوقتي اهدى يمكن شوية، لسه مش عارفين لما نرجع نستكمل الدوري هتكون الدنيا عاملة ازاي ساعتها، بس على الاقل دلوقتي احنا هادين. كارتيرون بيعرف يستغل جدا جدا فترة التوقف، فعايزين نطلع باكبر مكاسب عشان خاطر نطلع بالبطوله دي باذن الله. اكيد برضو الايام اللي جايه دي نيرفانا هيكون لينا متابعه اكتر مع الفريق ومع الجهاز الفني طبعا بشكل اكبر في فقره اقرا الخبر. كمان في الفقره الحواريه النهارده في سهم وقوس هيشرفنا كابتن مصطفى ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق عشان نتكلم معاه اكتر عن ماتشات كاس الرابطه ونحلل اكتر الماتشات، كمان هنتكلم عن مدى استفاده الفريق منها طبعا بالشكل الامثل، كمان اكيد هناخد رايه في استعدادات المنتخب للحدث الاهم والأكبر كأس الأمم الأفريقية اللي خلاص فاضل تقريبا على انطلاقه 5 أيام. وطبعا هنتكلم برضو معاه بالنسبة لمنتخب مصر، يعني فاضل أسبوع بالتمام والكمال على مباراة نيجيريا المرتقبة طبعا في افتتاحية المشوار، أكيد هيكون لينا كلام معاه كتير. دلوقتي بقى خلونا نستعرض معاكم كل جديد على الساحة الزملكاوية والرياضية العالمية كمان وفقرة اقرا الخبر.
نبتدي فقرتنا اقرا الخبر. وقرر الجهاز الفني للفريق بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون خضوع جميع اللعيبه لقياسات بدنيه واختبارات وزن عقب عودتهم للتدريبات يوم 6 يناير الجاري في اطار الاستعداد لكاس اوروبا. من المقرر ان يخضع جميع اللعيبه لبرنامج بدني مكثف عقب العوده للتدريبات وفقا للبرنامج اللي يقوم فرناندو مخطط الاحمال بتجهيزه خلال الفتره الحاليه، وده من اجل طبعا الوصول للجميع لافضل جاهزيه قبل انطلاق كاس الرابطة وبالتحديد لقاء إنبي في البطولة يوم 14 من الشهر الجاري. كمان أكد الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون جاهزية الزمالك لمواجهة أي فريق خلال بطولة كأس الرابطة، طبعا ده بعد إعلان قرعة البطولة امبارح ووقوع كمان فريقنا في المجموعة الثالثة اللي بتضم كل من فاركو إن بي غزل المحلة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش. كمان أكد الجهاز الفني على أن الفريق البطل من الضروري أنه يكون بشكل دائم جاهز لمواجهة أي خصم. كمان البطولة دي بالتحديد فرصة للجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للفترة المقبلة. كمان أقيمت القرعة امبارح وتم تقسيم الأندية لثلاث مجموعات، كل مجموعة بتضم 6 أندية وبيخوض طبعا كل فريق في مرحلة المجموعات 5 مباريات وبيصعد إلى نصف النهائي. طبعا صاحب المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل فريق في المركز الثاني للدور قبل النهائي. يقوم الجهاز المعاون للفريق مدحت عبد الهادي المدرب العام وامير عزمي مجاهد المدرب المساعد خلال الفتره الحاليه بتجميع كافه التفاصيل الخاصه بالفرق اللي هيواجهها فريقنا ببطوله كاس الرابطه، وهما طبعا فاركو وامبي وغزل المحله وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش. من المقرر ان يقوم مدحت عبد الهادي وامير عزمي مجاهد بتجميع كافه الامور الفنيه والخططيه الخاصه بهذه الفرق مدعمه طبعا بالفيديوهات واللي هتكون عن طريق محللي الاداء، وده حتى يتم عمل ملف كامل وتقديمه للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بعد عودته للقاهرة، وده من أجل مناقشته ووضع خطة للفترة اللي جاية. بيقوم البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق خلال الوقت القادم بوضع برنامج تدريبي خاص لثنائي الحراس الشباب بفريقنا وهم سيد عطية ومحمد نديم طبعا عشان يجهزهم للفترة المقبلة وبالتحديد لبطولة كأس الرابطة. طبعا بيسعى أوليفيرا مدرب الحراس لتجهيز السيد عطية ومحمد نديم عشان يكونوا مهيئين للمشاركة طبعا بصحبة الحارس الأساسي محمد عواد، وذلك بسبب تواجد محمد أبو جبل مع منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. أعتقد أن دي فرصة كويسة جدا للسيد عطية ومحمد نديم أن هم يقدروا أن هم يشاركوا في بطولة رسمية زي بطولة كأس الرابطة وكمان يكونوا على أعلى جاهزية. دي حقيقة، طبعا بنتمنى لكل شبابنا التوفيق في الفترة اللي جاية وبالتحديد في البطولة دي. حراس بقى المرمى الشباب لثنائي الدفاع الشباب برضو وهم حسام عبد المجيد ومحمد حمدي والمتواجدين مع الفريق الأول واللي هيتم تجهيزهم بأفضل شكل بدني وفني خلال الفترة اللي جاية بعد العودة للتدريبات بعد انتهاء الراحة السلبية. هيقوم الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتخصيص برامج فنية وبدنية للثنائي حتى يكون أي لاعب منهم على أتم جاهزية للمشاركة في المباريات ببطولة كأس الرابطة وفقا طبعا للرؤية الفنية بجوار محمد عبد الغني قلب الدفاع الأساسي. طبعا احنا عارفين ان محمود علاء والونش متواجدين مع منتخبنا الوطني خلال الفترة الحالية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون الشهر اللي جاي، وبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. خلونا بقى نروح ونختم اخبارنا الخاصه بفريقنا، نروح لخبر خاص لنهارك ابيض، والخبر ده من عند قرار اداره نادي الزمالك بالاتفاق والتنسيق طبعا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قرروا عدم التفريط في اي لاعب خلال الانتقالات الشتويه الجاريه. طبعا اتفقت اداره الزمالك وكارتيرون انه مش هيتم سماح لاي لاعب بالرحيل للاحتراف خلال الفتره الحاليه، طبعا ده بعد وصول عروض لبعض اللعيبه خلال الفتره الحاليه طبعا، والسبب هو حاجه الفريق لكل اللاعبين خاصه في ظل معاناه النادي من مشكله ايقاف القيد. طبعا كان في كلام الفتره اللي فاتت دي عن ان فكره ان في لعيبه عايزين يروحوا بعد انتهاء عقودهم انهم هيحترفوا بره، كمان كان في كلام ان النادي محتاج ان هو يطلع لعيبه للاعاره طبعا بسبب عدم استقرار النادي، واللي اكدته اداره النادي والجهاز الفني انه مش هيتم التفريط خلال الفتره الجايه دي باي لاعب من اللعيبه اللي موجودين. دلوقتي بقى تعالوا نروح على جولتنا العالميه ونروح نشوف الاخبار العالميه اللي عندنا في فقره الخبر.
من اخبارنا بقى الطريفه وبالتحديد من هولندا، جيف هارفيلد ده لاعب في فريق ايمن بالدرجه الثانيه الهولنديه، والحكمه شونا شكرالا اعلن خطبتهم رسميا، وده بعد ما اتقابلوا بالصدفه لاول مره في مباراه بالدوري الهولندي. ايه بقى اللي حصل عشان قصه الحب الجميله دي تبتدي بسرعه وتنتهي بالنهايه السعيده دي؟ اللي حصل ان في شهر اغسطس اللي فات كانت شونا حكم رابع في مباراه لفريق ايمين اللي بيلعب في طبعا كابتن جيف هارفيلد، وخلال احداث المباراه بتلقي جيف كارت احمر من حكم المباراه. جيف بقى وقف على الخط غاضب جدا بعد طرده ورفض الخروج من الملعب وعمل مشكله كبيره عشان خاطر بقى تيجي هنا بقى ايه شونا بصفتها طبعا الحكم الرابع اتكلمت معاه وطلبته بالهدوء والخروج من الملعب. بعدها باربع شهور على لقائهم الاول في المباراه اعلنت شونا ارتباطها بجيف هارفيلد على صفحتها الرسميه. فطبعا هي حاجه حلوه جدا، وهتلاقي انا متخيله اصلا الوقفه كانت عامله ازاي والكلام اللي دار كان عامل ازاي وبتهديه وحاجات دي. بس بقى هو انا عندي سؤال تاني، لو حدث ما يعني لو حصل مثلا وتقابلوا مره تانية بس بقى في مباراه تكون حكم الساحه فيها هي شونا، بعدين بقى حصل مثلا ساعه المباراه راحت مطلعه كارت احمر لجيف او حسبت عليا ضربه جزاء ايا كان يعني القرار اللي ممكن تاخده، تفتكري ايه الطبيعي لما يحصل بقى لما يرجعوا البيت؟ موقف بشع. عارفه فكرني بايه؟ بالفيلم بتاع مراتي مدير عام بتاع الفدرال العظيمه شادي طلعت القاكو. دي حقيقه. انت متخيله ايه؟ نفس او لو انت مكانها ايه اللي لا بصي هما يعني الحياه عند الغرب حاجه وعندنا احنا كشرقيين حاجه ثانيه، هم عندهم الامور هتمشي عادي مفيش بروفيشنال عادي، لكن هنا صعب فعلا، هنا الموضوع صعب. ولو برضو العكس ان الست هي اللي بتلعب والراجل هو بقى اصعب عشان الستات شويه عصبيين شويه دي حقيقه. المهم دلوقتي تعالوا بقى نختم اخبارنا النهارده. للاسف خبر محزن شويه وهو عن وفاه اللاعب ليفواري اوسو كونان. وكشفت تقارير صحفيه من كوت ديفوار النهارده يوم الثلاثاء عن وفاة أوسو كونان لاعب النادي الأهلي السابق ونادي مصر المقصة، طبعا ده بعد ما نقل إلى أحد المستشفيات إثر تعرضه لحالة تسمم. أضافت الوكالة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي إن اللاعب شعر بحالة إعياء شديدة جدا وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، إلى أنه فارق الحياة متأثرا بحالة التسمم، ومؤكدة أنه يعني بتأكد كمان الوكالة أنه جاري تحقيق في الواقعة لوجود يعني شبهة جنائية في وفاة طبعا اللاعب أوسو كونان. طبعا يعني فعلا هو حدث مؤثر الحقيقة، ونتمنى انه ما يكونش فيه شبهة جنائية، نتمنى ان هي تكون يعني تسمم مثلا من اكل او حاجة، لان الموضوع هيبقى مؤثر بقى على ناحية تانية خالص. عموما دلوقتي معاد لقطتنا، وهو عبارة عن طفلة عمرها 6 سنين بتبهر الجميع على لوح التزحلق.
ابهرت الجميع فعلا. هي فظيعه، هي شاطره جدا. انت عندها 6 سنين يا نيرفانا، صغيره جدا. ده احنا انا ونيرفانا قاعدين عمالين اللي هو مبهورين باللي هي بتعمله. انا اول ما نزلت بس جداً. انا قلبي وقف يعني فعلا. احنا بنخاف نبص من البلكونه. هي كل ده بتعمل الحركات دي، هي لابسه دريس يعني. بصوا وجهه نظر مختلفه خالص بقى. خالص بناتي، عشان هي بنوته جميله الحقيقه. بس فيك انت، احنا يعني انا نفسي أيوة. بجد كان نفسي ان انا ابقى اعرف اعمل حاجه زي كده. بس انا ونيرفانا اخينا ممكن نتزحلق من على السلم. لا فكره ممكن اعملها عادي جدا. خلاص يا جماعه نحاول نشوف. عندي فوبيا بس المشكله يعني عندي فوبيا. شفتي يعني دي كمان من التزحلق لما وقفت على الحرف. كنت محتاجه يا جماعه توازن، ومحتاجه خفه، ومحتاجه رياضه، ومحتاجه حاجات كتير جدا. انا مش عارفه 6 سنين عملتها امتى. ده حقيقي. ما شاء الله يعني. احنا فعلا خايف نعمل حاجه زي كده. اكيد الضربه، اكيد الضربه كتير قوي عشان تقدر تعمل ده. دلوقتي بقى تعالوا نروح نظبط ساعتنا مع بعض، نتعرف على مواعيد ابرز ماتشات النهارده، ونروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل معاكم فقرات نهارنا ونهاركم الابيض. اهلا بكم من جديد وفقره نبض 100 عقبه. في اخبار نبض 100 عقبه، البدايه من عند فوز الفريق الاول للكره الطايره بنادي الزمالك على فريق الترسانه بنسيج 3-1 في المباراه اللي جمعت الفريقين امبارح على صاله حسن حلمي في اطار الجوله 9 من الدور التمهيدي لمسابقه الدوري العام. كان الزمالك قد حقق الفوز على الشمس بنتيجه 3-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين ضمن منافسات الجوله 8 من الدور التمهيدي لبطوله الدوري. كمان قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسن الحصري منح اللاعبين راحة من التدريبات النهارده يوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق التدريبات بكره يوم الأربعاء استعدادا لخوض مباراة الطيران في إطار الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي للدوري. طبعا نتمنى لهم كل التوفيق فريق الطايرة طبعا بنادي الزمالك. كمان فاز الفريق الأول لكرة الطايرة السيدات بالزمالك على فريق الشمس بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح الاثنين على صالة الشرقية للدخان في إطار الجولة 9 من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام. كان فريق سيدات الزمالك قد حقق الفوز على هليوبلس بنتيجة 3-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 8 للبطولة. كمان معانا خبر تاني عن فوز فريق كرة السلة بنادي الزمالك تحت 20 عام على نظيره الترسانة بنتيجة 57-34 في اللقاء اللي جمع الفريقين امبارح يوم الاثنين على ملاعب نادي 6 اكتوبر ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة الجيزة. بتضم مجموعة الزمالك في الدور الثاني فرق 6 اكتوبر، صيد الدقي، البنك الاهلي، الشرقية للدخان، الترسانة وصيد اكتوبر وكمان فريق الفيوم. بيستعد شباب السلة لملاقاة نظيره صيد الدقي يوم الاثنين المقبل بالجولة المقبلة من الدور نفسه في تمام الساعة 6 مساء بالملاعب المفتوحة بالنادي. طبعا نتمنى لهم كل التوفيق في مباراتهم القادمة. دلوقتي يلا بينا نروح على مدارككم الافتراضي الشارع الأبيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. بمناسبه قرعه كاس الرابطه امبارح ومجموعه الزمالك، طبعا فاحنا اكيد كلنا وحشنا الزمالك، وحشنا كمان نشوف مدرسه الفن والهندسه في الملعب. بس احنا النهارده هنرجع كده نعيشكم في لعبه انت المدرب عشان خاطر نفتكر كده اجواء الزمالك واللعيبه. سؤالنا النهارده فني بحت، ليه علاقه بتوظيف لاعبنا الايفواري رزاق سيسيه. طبعا هنشوف الناس ممكن تقول ايه بالظبط. يا هنشوف، هنسالهم سؤال لطيف جدا. يا ترى لو انت كنت مكان كارتيرون، ايه افضل مركز ممكن تلاعب فيه رزاق سيسيه عشان تاخد اكبر استفاده من امكانيات رزاق سيسيه؟ طبعا رزاق سيسيه لاعب موهوب جدا الحقيقه، لاعب مهاري، لاعب سريع، بيمتاز الحقيقه بالقوه كمان البدنيه، كمان بيمتاز بالتسديدات،
كاس الرابطه، ابتكر ان الخمس ماتشات بتوع كاس الرابطه في مرحله المجموعات دول هيكونوا فرصه كويسه جدا وفرصه هايله للرزاق السيسي عشان يقدر ان هو يتجهز فيهم ويستعيد كمان فورمته الفنيه والبدنيه اكتر في الفتره اللي جايه. تعالوا نشوف كده جمهورنا في الشارع الابيض لو كان مكان كارتيرون كان هيشوف ايه افضل مركز لرزاق السيسي، ونرجع مره ثانيه. رزاق السيسي افضل مكان يلعب فيه يلعب في مكان ايه وعشان الزمالك يستفيد من امكانياته؟ هو عموما رزاق السيسي لعيب جوكر بالنسبه للشق الهجومي، سواء ان هو كان هيلعب هاف شمال وده المكان الانسب لامكانياته لانه هو لعيب ايمن بتبقى رجله اليمين جوه الملعب، سواء ان هو هيعمل الكروس العرضي او ان هو يدخل في قلب الملعب ويعمل بينيه او ثرو او ان هو حتى يسدد لان هو عنده مهاره التسديد بالقدمين، او حتى زي ما شفنا الماتش اللي فات كان مستر باتريس كارترون لعبه بيه في الهاف اليمين أدى. لا هو افضل مكان، لا الهاف شمال، هاف شمال رزاق السيسي طبعا شفنا الماتش اللي عدى بعد العوده اول ماتش بعد فتره اصابه كبيره، فافضل مكان لي انا بشوفه في الوينج وراس الحربه تمام. ورزاق السيسي احنا بعد لانه في راس الحربه عندنا يعني ما فيش بدال كتير، ما عندناش غير عمر السعيد والجزيري. والله من وجهه نظري ان رزاق السيسي بيمتلك الحلول الكتير جدا اللي يقدر يعملها في الملعب، سواء ان هو بيعرف يعدي واحد ضد واحد او سرعته اللي هي بتبقى واضحه جدا وبتبقى فارقه بينه وبين اي مدافع موجود في الدوري المصري. انا برجح ان هو بيكون يعني لو كان وينج بيكون افضل بكتير لرزاق لان هو لعبها كتير في فترات كتيره جدا، وينج شمال، ولكن لو لعب مهاجم بشوف برضه ان هو يقدر يأدي بشكل كويس، ان هو بيمتلك الحلول وهيدر كويس، بيقدر الفينش عنده ممتاز. والله انا شايف ان هو يلعب وينج زي ما لعب الماتش اللي فات كان كويس، لا وينج يمين ما لعب الماتش اللي فات. رزاق بدنيا كويس جدا قوي، مان تو مان رزاق هو الكسبان في الحته دي. اتمنى بس ياخد فرصه كويسه للفتره اللي جايه ويثبت نفسه في الملعب اكتر واكتر، يعني هو لعيب لسه سنه صغير ولسه قدامه فتره طويله مع الزمالك كويسه يعني. يلعب بهاف شمال افضل، خصوصا ان فتوح بيعرف يكمل معاه ويسنده في الهجمات، ثم فتوح مهاريا حلو وامام عاشور بيكمل من وراهم كويس، فرزاق لو خد ماتشات كتيره في الهاف الشمال ورجليه تقيله على المرمى هيفيدنا كتير اول فتره اللي جايه، وهيبقى عندنا وفر في الجنب اليمين زيزو ومصطفى فتحي، فرزاق يحتل الهاف الشمال افضل يعني. يلعب مهاجم صريح هيسد برده في المكان دوت، وممكن يلعب هاف عادي في هاف شمال برضه هيسد وكده ويبقى قوي، وهو قوي اساسا يعتبر يعني ايه يعني زيه زي بن شرقي. انا عن نفسي واحد من الجماهير انا زعلت جدا لما مشي من الزمالك، انا مش عارف ازاي لعيب زي ده مش موجود في نادي الزمالك. انا بتمنى بس كابتن كارتيرون يلعبه مهاجم صريح، لعيب قوي شرس رجليه حلوه سريع، ده اللي هينفع في مركز المهاجم الصريح لنادي الزمالك. طبعا رزاق السيسي اضافه قويه جدا للزمالك، واعتقد وبتمنى له كل التوفيق والاضافه الفتره اللي جايه. دلوقتي ميعاد موضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن جدول مباريات مجموعه الزمالك في النسخه الاولى من بطوله كاس الرابطه. تعالوا كده ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونبتدي بمين يا انجي. البدايه من عند هيثم بيقول صباح الخير يا انجي، صباح الورد يا نيرفانا. مجموعه لحد ما صعبه وكل انديه الدوري فرق كبيره، لازم كل ماتش مكسب، والزمالك طبعا نادي كبير ونادي بطولات، واي بطوله بندخلها بنلعب عليها، ده الزمالك اللي نعرفه. كل التوفيق لزمالكنا في مشواره السنه دي، سنه خير علينا ونفرح بالدوري وافريقيا ان شاء الله. كلام مهم جدا يا هيثم، زي ما كنا بنقول فعلا لو انت يا نيرفانا انه الزمالك اي بطوله بيدخلها لازم يكون بيلعب على المكسب وعلى الفوز. فادي بيقول صباح الخير عليك يا انجي، صباح الخير عليك يا نيرفانا، مجموعه صعبه ومفيش مباراه سهله، وان شاء الله الزمالك يفرحنا السنه دي والمزيد من البطولات باذن الله. رودي بتقول صباح الفل عليك يا انجي، صباح الفل عليك يا نيرفانا، صباحكم ابيض بخطين حمر ودايما متالقات على شاشه الزمالك. شكرا يا رودي. تقول طبعا كل الماتشات صعبه وفرق الدوري كلها مميزه السنه دي، ده حقيقي يا رودي، وان شاء الله الزمالك قدها ويكون بطل النسخه الاولى لهذه البطوله طبعا ان شاء الله. محمد انور صباح الياسمين عليك يا انجي، صباح الورد عليك يا نيرفانا، جميع المباريات كاس الرابطه مش سهله، وان شاء الله بالروح والاصرار يبقى الزمالك بطل كاس الرابطه بالتوفيق لنادي الزمالك.
سالم بيقول صباح الفل عليك يا نيرفانا، صباح الورد عليك يا انجي. بطوله مهمه للفرق المصريه وخصوصا نادي الزمالك، المجموعه متوسطه وناخد كل ماتش انه نهائي، وان شاء الله نحصل على البطوله وبالتوفيق للملكي، وان شاء الله نحصل على السادسه الموسم الحالي اكيد ان شاء الله يا سالم. يوسف حسن صباح الفل عليك يا نيرفانا، صباح الورد عليك يا انجي. جدول مباريات مجموعه الزمالك في بطوله كاس الرابطه، جدول فوق المتوسط، اهم حاجه يكون فيه روح واصرار وتركيز من بدايه كل ماتش لان ده الاساس، وبالتوفيق بنجاح لنجاح على الشاشه دايما. اجمل انجي، اجمل نيرفانا، شكرا جدا يا يوسف. دلوقتي تعالوا نروح فاصل سريع جدا، هترجع لكم بعدين نيرفانا فقره سهم وقوس اللي هيكون منورنا فيها النهارده ضيفنا العزيز كابتن مصطفى ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق في سهم وقوس بعد الفاصل. استنوا اهلا بيكم من جديد، وصلنا لاخر فقرات برنامجنا كالمعتاد فقره سهم وقوس. بطوله جديده ويعني الحقيقه بدايه موسم، ده طبعا هيشارك فيها نادي الزمالك على راس مجموعه باعتباره طبعا بطل الدوري الموسم اللي فات. تحدي جديد لكارتيرون طبعا واللعيبه كتير محتاجه فرصه البطوله دي لاستعاده فورمتها واثبات احقيتها في المشاركه والظهور في توقيت خلاص بيحط فيه منتخب مصر اللمسات الاخيره على تحضيراته لمشواره بكاس الامم الافريقيه اللي هتنطلق خلاص في الكاميرون الاسبوع اللي جاي. وعشان بقى نتكلم اكتر عن التفاصيل دي بيسعدنا طبعا يكون معانا النهارده في الاستوديو ضيفنا العزيز كابتن مصطفى ابراهيم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاولمبي السابق. اهلا بحضرتك، منورني. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. طبعا في البدايه لازم نتكلم عن طبعا قرعه كاس الرابطه، هل شايف ان وقتها حلو؟ يعني بالذات ان احنا دلوقتي في توقف دولي وهيستمر كمان شهر تقريبا بسبب كاس الامم، فشايف التوقيت ده اهميته ايه او فائدته ايه علينا؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيب. وبما ان الزمالك بخير وفي اسعد حال، ويكون عام كله بطولات لنادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كل سنه والشعب المصري كله بخير، ونتمنى نكون سنه سعيده ان شاء الله على الشعب المصري، وربنا سبحانه وتعالى يرفع عننا الوباء اللي موجود ويشفي كل مريض ويرحم كل ميت ان شاء الله. طبعا حضرتك زي ما بتقولي هو توقف طويل. البطوله يعني انا كان من وجهه نظري الشخصيه لو ينفع ان احنا كنا نلعب كاس مصر البطوله اللي هي الاساسيه اللي هي موجوده، صح. اعتقد ان هي كانت برضه هتجني باسمار كبيره جدا، وهنوفر وقت للراحه للعيبه اللي هتيجي بالمنتخبات، لان طبعا انت عارفه البطوله دي بطوله مرتبطه مع الدوري العام، فده اجهاد وانهاك للعيبه. لما انا العب بطوله رسميه اللعيبه هيبقى يعني اداؤه اعلى واقوى، وهيبقى في يعني اعتقد ان الاهلي والزمالك هم الناديين الوحيدين وبيراميدز ممكن هم اللي يتاثروا باللعيبه اللي متاخده منهم في منتخب مصر، انما بقيه اللعيبه هيبقى في طبعا بدلاء على المستوى، هيبقى يعني احتكاك قوي جدا ان احنا نجهز لعيبتنا فيه ونجهز البدائل اللي موجوده، ويبقى احتراف قوي رسمي، وفي نفس الوقت يبقى في النهايه بيتوج الفريق الفاز ببطل او ببطوله رسميه. بدل ما نعمل بطوله في فتره التوقف اللي هي رابطه الانديه. نرجع للبطوله بقى اللي حضرتك بتقول عليها دي، بس هي بطوله الرابطه تعتبر رسميه يمكن بس. حضرتك قصدك ان يعني الحوافز او التشجيع او عموما الاسباب بتاعتها او نتائجها مش زي كاس مصر. انا عايز اشيل حمل من على اللعيبه اللي هترجع بعد ما تيجي منتخب مصر، ان الموسم طويل جدا طويل جدا، وفي ارتباطات كبيره جدا للزمالك في افريقيا وللمنتخب في تصفيات كاس العالم وللنادي الاهلي والانديه بيراميدز، يعني في ارتباطات كبيره جدا، والموسم طويل وهينتهي تقريبا في شهر 8. انا قصدي ان يعني بدل ما كنا نعمل كاس الرابطه هو بطوله رسميه زي ما حضرتك بتقولي، بس انا بقول في بطوله موجوده على ارض الواقع ما كملتش، واحنا وصلنا فيها نص النهائي، كانت ممكن تتكمل، بحيث ان انا اللعيبه اللي جايه دي يبقى انا وفرت او شلت جزء من العبء الحمل المباريات، واختصرت وقت ممكن استغله في فترات راحه او استغله في حاجات ثانيه. انما طبعا هو طبعا احنا بنحترم قرار اي قرار من اتحاد الكوره او من الرابطه، رابطه المحترفين. طبعا هو احتكاك قوي ومفيد جدا
لان طبعا انا لما بلعب في فتره التوقف دي مباريات بشكل رسمي، طبعا هي المباريات دي هي اللي بتعلي الفورمه الرياضيه، هي اللي بتدخل اللعيب في الفورمه الرياضيه العاليه. والاحتكاك طبعا بيبقى ما بين الانديه اللي هي اساسا في الدوري العام مع بعض، بيبقى احتكاك قوي جدا. اللعيب بيحس بقيمته وبيحس بنفسه وبيفرض نفسه، ودي فرصه كبيره جدا لبعض اللعيبه اللي هي بتبقى بعيده قوي عن مستواها. طبعا احنا كزمالك طبعا نتمنى ان البطوله تتلعب، لان احنا وصلنا للادوار النهائيه. صحيح. واحنا يعني اعتقد ان احنا في الوقت الحالي احنا فرقه على مستوى عالي جدا، وتملك كتيبه من اللاعبين على اعلى مستوى، وتملك شخصيه البطل. في فرق، في ميزه كبيره جدا في نادي الزمالك موجوده بقالها فتره، ان اللعيبه اللي موجوده تملك شخصيه البطل، يعني بيأدوا اداء جوه الملعب، مش اداء جمالي بس او اداء فيه شكل مهاري او فني عالي، لا ده بيشتغل بشكل متكامل مهاري وفني وخططي، لان هو يملك شخصيه البطل، لان هو عايز يروح للبطوله. بيشتغل على الكلام ده. فاحنا طبعا نتمنى ان البطوله دي تكمل او تستكمل يعني ان شاء الله، لان نادي الزمالك اعتقد ان دي بطوله هتدخل دولاب نادي الزمالك لو البطوله دي كملت لنهايتها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله طبعا يعني تكمل باذن الله، وان شاء الله برضو نشوف حل لموضوع كاس مصر اللي احنا وصلنا فيه فعلا لمراحل متقدمه جدا. طيب عايزه بقى اتكلم مع حضرتك عن الفنيات او الحاجات اللي احنا استفدنا او هنستفاد بيها فنيا في بطوله كاس الرابطه، ازاي نقدر نطلع بمكاسب فنيه من البطوله دي؟ بص حضرتك، المكاسب الفنيه احنا، انا بقول لما انا ببقى يعني في فتره توقف، المدير الفني بيجي بيعمل طبعا فتره التوقف دي لو واضحه من الاول بيبقى عامل البرنامج بتاعه ومحدد المباريات الوديه اللي موجوده فيه. تمام. لو حاجه طبعا بتبقى مفاجاه بيبتدي يخطط للموضوع ده. فطبعا باكيد حاطط، هو كان حاطط مباريات وديه، عشان طبعا المباريات دي مهمه جدا عشان يرتقي بالمستوى او بالاداء الفني والمهاري والخططي. صحيح. ويقدر يجهز الفتره دي، تقدري تعملي فيها حاجات كتير جدا. تمام. وخصوصا لما بتدخل في سكه انها بشكل رسمي، يعني انا في فرق لما العب ماتش ودي، وفي فرق لما انا بتمرن عشان العب مباراه رسميه. صح. فده دي حاجه مهمه جدا، هتخلي اللعيب تركيزه يبقى عالي جدا، هتخلي المدرب فتره مهمه جدا ان انا اجهز اللعيبه اللي انا حاسس ان في نقص في النواحي البدنيه، في نقص في النواحي الخططيه، في نقص في النواحي المهاريه، او في امور انا ممكن اجرب طريقه لعب. بالظبط. اجرب لعيبه في اماكن مختلفه، ممكن ادي يعني اعمل شكل جديد للاداء، خطط جديده للاداء، باللعيب المصاب اقدر اشتغل عليه في الفتره دي وارجعه لمستواه من خلال المباريات دي، برتقي بالمستوى الجماعي وبعمل انسجام، لان التيم الجماعي لازم يبقى فيه انسجام. صحيح. وفي كيمياء ما بينهم وبين بعض، عشان يبقى اللعيب من نظره بيبقى فاهم زميله عايز يعمل ايه او يشتغل ازاي. فالفتره دي تاهيل فترة كمان نفسيا للمباريات لكل طبعًا اللعيبه. طبعا، وخصوصا ما فيش فيها ضغوط جماهيريه. صحيح. تاهيله ذهنيا ونفسيا ومهاريا وفنيا وخططيا. وكارترون شاطر في الحاجات دي. يعني كارترون، مستر كارترون شاطر في الحاجات اللي زي دي. ويعني انا بقول فتره القيد اللي اتوقفت دي، يعني على قد ما الواحد حزين عمرها ما حصلت، انما انا مبسوط جدا انها حصل، لان رجعت لنا رزاق سيسي. رزاق سيسي ده لعيب من وجهه نظر الشخصيه لعيب قوي جدا ومهم جدا، واحنا شفناه في الدوري العام قبل الاصابه كان مميز جدا جدا مع نادي الاتحاد السكندري، وكان عامل فرق كبير جدا داخل الملعب. فده مكسب كبير جدا وفتره مهمه جدا لواحد زي ده، ان انا اوقفه على رجليه كويس بدنيا، او اشتغل معاه بقى. يعني احنا، انت شفت حضرتك في السؤال البرنامج ان تختار رزاق سيسي يشتغل فين. انا من وجهه نظر الشخصيه في الوضع الحالي لفرقه نادي الزمالك، رزاق سيسي الفتره اللي جايه دي نشتغل عليه راس حربه. لان احنا عندنا الاماكن اللي هي يمين وشمال الملعب وعمق الملعب فيها لعيبه. اشتغل في الحته دي، لان هو راس حربه مميز جدا. حضرتك شايف ان ممكن نغير طريقه اللعب، نجرب طريقه لعب مختلفه، مثلا نلعب ثلاثه في نص الملعب؟ حاجه راجعه للمدير الفني، ان هو الفرصه دي، انا بقول فرصه مهمه جدا، ان هو ممكن يشتغل
يغير فكره. يعني ما انا بلعب مثلا 4-2-3-1 ممكن تتغير ل 4-3-3 ممكن تتغير ل 4-4-2 واخد بالك؟ يعني انت ممكن تعملي اللي انت شايفاه. طب انت لو مكانه مثلا في فتره زي دي ممكن تغير طريقه اللعب، او دي هتبقى مقترح بالنسبه لك ان انت تجرب طريقه لعب مختلفه؟ لا زي ما حضرتك قلت مثلا رزاز سي يلعب راس حربه، او مثلا نغير نحط ثلاثه في نص الملعب. انا الشكل اللي انا ناجح فيه ايه كمدرب، الشكل اللي انا ناجح فيه هستمر عليه، وخصوصا ان انا لما هيجي لي لعيبه المنتخب، انا لعيبه المنتخب متعوده على الشكل ده والاداء ده او الخطه اللي انا بلعب بيها دي. ذكاء المدرب ان هو توظيف اللعيبه بشكل جيد، انا اخرج منه افضل حاجه عنده بتخدم نفسه وبتخدم التيم. دي اللي انا باجي اعمل خطه لعب او باجي اعمل طريقه لعب، ازاي اوظف اللعيبه بشكل جيد جدا، ازاي اخرج من كل لعيب اكثر يعني اقصى طاقه عنده لخدمه نفسه وخدمه التيم في النهايه. فالشكل اللي احنا بنلعب بيه انا بحافظ عليه، لان احنا بنادي جوه الملعب بالشكل ده بشكل ممتاز. صحيح. بنادي بيه ومتميزين فيه جدا، واحنا اعتقد ان احنا نملك خط هجوم من اقوى الخطوط الهجوميه اللي موجوده، مش عايز اقول في القاره الافريقيه، في الفرق الافريقيه في الحته دي. عندنا 4 أو 5 لعيبه. صحيح. في الحته اللي قدام دي من اميز اللعيبه، ويمكن ده اللي مميز منتخب الجزائر في بطولة العرب، انه عنده في المنطقة دي برضو 4 أو 5 لعيبة على اعلى مستوى هم اللي عاملين له. فانا طبعا بحافظ على شكل التيم، بحافظ على الاداء اللي انا بأدي بيه، بس توظيف اللعيبة بقى. يعني انا ممكن رزاق السي بشتغل فيرود، بجيبه ناحية الشمال، بجيبه ناحية اليمين. انا اعتقد ان رزاق السي انت لما بتيجي تغيره طريقة لعب اي محترف هيلعب في اي حتة المدرب بيقول له عليها. انما في علاقه حب بقى، انت بتحب تلعب فين بالظبط، راحتك النفسيه فين. الحته دي لو انا قدرت اوصل ان انا احببه او اخليه يحب المكان ده، لان ممكن انا اكون بحب العب ناحيه الشمال وانت بتقولي لي العب في قلب الملعب. أوكي. انا مش هاضم الحته دي، فبتاخد جزء من تفكيره واكيد هتاخد جزء من ادائي. صحيح. وهينعكس على التيم. لكن انا لو قدرت ان انا اقنع اللعيب ان هو المكان ده يلعب فيه بحب وبراحه، هيطلع اكتر حاجه. ازاي ممكن المدرب يقنع لعيب ان هو يلعب في الحته دي ويؤدي اكتر اداء، او يعني اعظم اداء بالنسبه له فيه؟ اول حاجه اللعيب يبقى واثق في المدرب بتاعه. أوكي. واثق في امكانياته وقدراته، وعارف ان المدرب بيقول له اصح حاجه ممكن يشتغل فيها، لان المدرب عنده خبرات كبيره جدا اكتر من اللعيب، وشايف رؤيته اكتر من اللعيب. فالمدرب طبعا بيبقى فيه الثقه دي، اللعيب بيستجيب لراي المدرب وبيشتغل، واي محترف هينفذ الكلام. بس انا بتكلم لما بينفذ بحب وباقتناع، غير لما بينفذ شغلانه. يعني بعمل شغلانه دي انا بعملها وخلاص. في فرق لما انا طبعا صحيح. بينعكس على اداؤه وعلى اداء التيم، انما لما بعملها بحب بعملها حلو قوي، بشتغلها باقتناع كمان، بشتغلها بشكل بيفيدني وبيفيد فرقتي. فطبعا الوقت ده وقت جيد جدا ان مستر كارترون يوظف او يشتغل على اللعيبه اللي هي كانت بعيد، اللعيبه المصابه، يجهز فرقته دي بشكل جيد جدا، لان زي ما بقول لحضرتك الفرقه اللي هتملك عدد من اللاعبين الجيدين جدا اللي المستويات بتاعتهم قريبه من بعض، اللي الفورمه بتاعتهم واحده. يعني لو حمزه المسلوسي قعد حازم امام، لو حازم امام قعد حمزه المسلوسي، لو فتوح قعد محمد عبد الشافي، لو محمد عبد الشافي قعد فتوح طارق. لازم اجهز اللعيبه عشان لما اعمل الروتيشن، لان في ضغط مباريات لازم اعمل فيه روتيشن، ولازم يبقى اللعيبه على مستوى عالي. عندنا عناصر شابه كمان اعتقد هيكون ليها فرص كتير الفتره دي. بقى دي فرصه العمر، يعني دي من ضمن الحاجات اللي بتطلع نجوم صغيره. صحيح. يعني احنا اتكلمنا على التيم وتجهيزه، دي فرصه العمر للاعب الصاعد، ان انا عندي مساحه وعندي مباريات ومتشافه، وبلعب بقى باخد فرصه في وسط التيم واللعيبه الدوليه مش موجوده، ان انا ازاي استغل الفرصه اللي بتبقى اللي بتجيلي، ان انا احط رجلي. ونادي الزمالك مميز في الحته دي، وشوفي كم اللعيبه الناشئين او الصاعدين اللي جوه نادي الزمالك واللي خارج نادي الزمالك في الانديه اللي موجوده. نادي الزمالك كنز قطاع الناشئين، ومن هنا بنحيي قطاع الناشئين لنادي الزمالك والمسؤولين عنه، لانه فعلا خرج لنا لعيبه جيدين جدا، ومش كلام، احنا شايفين اللعيبه دي بعينينا، ان اللعيبه دي مميزه جدا وشغاله بشكل جيد جدا داخل نادي الزمالك وخارج نادي الزمالك. وطبعا يعني فرصه العمر ليهم، ان انا ازاي اثبت رجلي، استغل الفرصه، ابقى استغل بقى خبرات اللعيبه اللي جنبي واستفيد من خبراتهم
ان تيم الزمالك دلوقتي في حاله جيده جدا وهو ده الوقت اللي تنفع او زي ما بقول ايه مفيش ضغوط كبيره جدا اللي ينفع ان انت تدخلي الناشئ او الصاعد بالظبط. واكتر فرصه ليه مناسبه ان هو يثبت نفسه ان هو ياخد دور في المشاركه وكارتيرون كمان عنده ميزه او صفه ان هو ما بيخليش حد يشارك غير وهو جاهز 100% وعارف 100% اللي هو هينزل يؤدي الاداء اللي هو حبه. فاعتقد ان دي فرصه كويسه جدا للناشئين ان هم يثبتوا نفسهم ان هم قد ان هم يشاركوا في حاجه زي دي. حاجه ثانيه ان انت تجهز دكه مثاليه الفتره دي هو انت هتطلع بيها بدكه كويسه جدا تبقى عارف احتمالاتك ايه لاي ظرف من الظروف. ما تسيبش حاجه بقى قدام بالذات ان احنا داخلين على بطولات مهمه جدا ما تسيبش حاجه للصدفه. فاعتقد ان دي فتره كويسه جدا لك. بص يا نيرفانا انت بتتكلمي كلام يعني انت كوتش كبير. شكرا. يعني انا بتكلم بقى ايه انت بتتكلمي انت بتلخصي اللي احنا بنقوله. الفريق اللي بقى عنده سكواد كبير مميز كلهم مستويات متقاربه مستوياتهم الفنيه والبدنيه والمهاريه واحده او تكاد تكون يعني قريبه من بعض هو اللي يقدر يشتغل. لان خلي بالك احنا عندنا حاله استثنائيه اللي هي الوباء. لا قدر الله ربنا يبعد الوباء عننا وعن كل المصريين انت لا قدر الله ممكن لعيب يتصاب بكورونا فدي مشكله ممكن تقابلك. عندك ارتباطات كبيره جدا داخل الموسم. الزمالك بيشترك في افريقيا لعيبه في منتخب مصر الدوري العام الكاس مصر لو اشتغل كل دي ارتباطات انت مش مفيش فريق هيتحمل او هيقدر ممكن فرق تتحملي بس مش هتحقق نتائج. لكن عشان تحقق نتائج لازم تعمل يعني تستغل الفتره دي كويس جدا انت تجهزي لعيبتك وتعملي دكه قويه جدا ومدرج كمان مش دكه ده انت تعملي دكه ومدرج قاعد مستني بس حد يقع من الدكه عشان ينزل مكانه. هي دي الفرقه اللي هتقدر تشتغل بشكل جيد جدا طول الموسم وتقدر توصل للبطوله. غير كده الموضوع صعب جدا والمدرب هيقابل مشاكل لو ما عملش الكلام ده وما استغلش الفتره دي بالشكل اللي احنا بنقول عليه. دي حقيقه. واعتقد انه لما احنا نعمل ده وخلاص نبقى فعلا كل حاجه متجهزه عندنا بدل البديل 100 عندنا كل حاجه وكل واحد فعلا عارف هو يقدر يؤدي الاداء الاحسن له في انهي مركز اعتقد او حضرتك تفتكر ان بقى ساعتها غيابات الدوليين في الفرق بقى طبعا انا بتكلم دلوقتي عن الزمالك بس هو طبعا في غيابات في الاهلي وفي بيراميدز خصوصا يعني الفرق دي هل ده هتاثر علينا لما احنا نعمل او نطلع بالمكسب الفني اللي احنا بنتكلم فيه؟ ما هو ده اللي بيعمل التوازن. يعني انا اللعيبه اللي عندي لما بدخلها في معترك رسمي انا بطلع عنده يعني انا في فرق كبير جدا. انا كنت لعيب كوره لما بلعب ماتش ودي مش زي ماتش رسمي اكيد تجهيزاتي وتحضيراتي للتدريب للنوم كل حاجه بتبقى مختلفه خالص. حتى ممكن ما اتغداش يوم المباراه ما افطرش يوم المباراه يعني بتبقى في حاجات كده امور خلي بالك دي بتبقى عوامل كبيره جدا بتاثر على اللعيب. انما لما بتبقى الموضوع واخد شكل رسمي بيبقى اللعيب مركز كويس قوي بيتمرن كويس قوي لانه بيلعب بقى نادي الزمالك نادي كبير لازم يحقق البطوله. وزي ما بتقولي حضرتك لازم اللعيب هي دي اللي هتخلي التوازن. مش اللعيب الدولي اللي جاي بيلعب مبارياته وبيشتغل اللعيب اللي عندي داخل النادي بيلعب مبارياته وبيشتغل لما جه دخل ده على ده هلاقي الاثنين قريبين من بعض مع الاختلاف طبعا الاحتكاك الدولي غير الاحتكاك المحلي انما مش هيبقوا بعاد عن بعض غير لما يبقى راجل بيشتغل دولي وانا بتمرن. صحيح هبص الاقي في فرق كبير جدا ما بين الاثنين. لما بلعب رسمي بقرب كتير جدا من اللي جاي وببص تلاقي المستوى عالي جدا وده زي بنرجع تاني وبنقول ده اللي بيريح المدرب ان هو ممكن يبقى عنده ثقه وبقى قاعد كده واثق ان انا لما قعد واحد زي زيزو عارف ان رزاق سيسي هيأدي دوره 100%. صحيح. لما اجي اريح واحد مثلا زي لعيب موجود في المنتخب مثلا الونش عارف ان محمد عبد الغني هيأدي بنفس الشكل اللي انا عايزه منه. فهي دي هو ده التوازن او هو ده الثمار الفني والبدني والمهاري اللي بناخده من الاداء الرسمي داخل مباراه ان احنا بنعمل المعادله مع لعيبه المنتخب وده هيشجع المسؤولين بعد كده ان ممكن يلعب في اوقات كتيره باللعيبه المحليه ويسيب اللعيبه الدوليه بحيث ان انا اشيل العبء شويه لان اخلي منتخب مصر يركز في مشواره ويوصل بينا ان شاء الله كاس العالم ويحقق البطولات اللي هو عايزها وفي نفس الوقت الانديه تخرج اجيال وتبص على قطاع الناشئين لان قطاع الناشئين في انديه كتيره جدا مهمل لان كل الاغلب الانديه عايزه تشتري لعيب جاهز بالظبط واغلب مين اللي بيشتري لعيب جاهز؟ اللعيبه انا
يعني نادي الاسماعيلي انا من الانديه اللي الواحد بيعشقها وبيحبها جدا، ما عندوش دلوقتي يعني بيعاني وبيصارع، ما عندوش امكانيات. لازم الانديه الكبيره دي وخصوصا الانديه اللي ما عندهاش امكانيات تعمل قاعده ناشئين بالزبط. عشان تساعدها، والبطولات دي هي اللي هتطلع الناشئين دي وتخليها نجوم كبار يلعبوا في منتخب مصر. يمكن عايزين نوصل في الاخر كده لو هنتكلم بلغه كوره، ان اللعيب اللي بقى قاعد على الدكه بيبقى بيدبدب في الارض عشان خاطر ياخد فرصته. يعني عايزين نوصل للمرحله دي، ان فعلا اللي بيلعب هو هو اللي قاعد، يعني ما احسش بنقص، ما اخافش ان انا انزل لاعب عشان عارف إن مثلا انه مش هيأدي لي زي اللي بيلعب دلوقتي. يمكن احنا عايزين فعلا نوصل للمرحله دي من الثقه عموما، من ثقه المدرب في اللعيبه اللي عنده. بص اقول لحضرتك على حاجه، اول حاجه ما فيش فريق في الدنيا عايز يحقق بطوله الا لازم يكون في منافسه كبيره جدا داخل التدريب ما بين اللعيب. اي فرقه ما عندهاش تنافس جوه الملعب بين اللعيبه، تعرف ان يعني مثلا 10 بيلعبهم والباقي مش هيلعب، طالما ما فيش منافسه تعرف ان ما فيش تيم، ما فيش اي انجاز هيحصل. المنافسه اللي داخل التدريب او داخل النادي هي اللي بتخلق التيم الكبير وبتعمل فرقه كبيره جدا تحقق بطولات. المدرب خلي بال حضرتك لما ببقى انا راجل بشتغل مدرب، انا نفسي كمدرب بتلكك للعيبه اللي في الملعب، لما بيبقى معايا لعيبه زي ما بتقولي كده بتدبدب وشغاله بشكل، يعني انا ببقى قاعد في وقت من الاوقات، يعني مش عايز اقول لك بتلكك للعيب ان هو لو ضيع كوره او او ادى او ما دافعش في كوره او ما اشتغلش بشكل جيد زي ما بنقول، انا ببقى بتلكك تعالى واروح منزل اللعيب تاني، لان انا عندي ثقه كبيره جدا من التدريب ومن ادائهم في التدريبات ان ده لما ينزل مكان اللعيب ده ما فيش حاجه تحصل، ده بالعكس ممكن يحصل طفره في الاداء. صحيح، هو مش هيسمح او حضرتك مش هتسمح ساعتها ان انت تفوت خطا، بالعكس انت خطا هيحصل هتنزل اللي بعده عشان خاطر لانه واثق في اللاعب جنبي. صحيح. وهو مستني الفرصه وانا عايز اديله الفرصه لانه بيتعب وبيشتغل بشكل جيد. والعكس بقى، العكس بقى لو انا اللي في الملعب ده وما عنديش بره دكه او منافسه، انا بقعد افكر، ممكن اقعد افكر ربع ساعه عشان اعمل تغيير، يعني ممكن اطول في الوقت اطول في الوقت اطول في الوقت. صحيح. وخلي بالك لو سالت اي مدرب هيقول لك نفس الكلام، بقعد اطول في الوقت لان انا يعني مفيش منافسه، حاسس ان اللي هينزل مش بقدر او بقيمه اللي في الملعب، فبطول شويه اقول جايز يرجع للملعب جايز يشتغل. وخلي بالك دي بتحصل في اوقات كتيره جدا، اللي هو اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي احنا بنشوف في اوقات كتيره جدا الكلام اللي بقوله لحضرتك ده تصديقا عليه، ان المدرب بيسيبه في الملعب رغم ان كل الجماهير بتبقى شايفه ان هو مش في يومه او وفعلا المدرب بيبقى عنده حق، لانه في نهايه المباراه او في اجزاء من المباراه بيروح عامل جول او جايب جول. بالظبط، هو يمكن كمان بيبقى عارف ان بن شرقي من اكتر اللعيبه اللي بيعرفوا يرجعوا نفسهم في المود في لحظه، يعني مش من اللعيبه اللي بتحتاج ماتش او اتنين ان هو يرجع ويفوق، فيمكن هو عارف، يمكن ده كمان يعني فايدة ان المدرب بيبقى عارف لعبته وواثق قاري لعبته. صحيح طبعا، يعني احنا بنتمنى التوفيق للزمالك والمنتخب مصر. مبسوطة جدا حضرتك كنت معايا النهاردة كابتن مصطفى ابراهيم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر. انا سعيد بوجودي معاك لان انت اعلامية جميلة. شكرا. ويعني عندك قبول وعندك حضور ومثقفة وبتكلمي وانت وشابات اللي موجودة هنا انجي واحمد على مستوى عالي، والاعداد والاخراج وكل الناس الموجودين في البرنامج، انا بقدم لكم كل التحيه والتقدير لان انتم فعلا مستوى يحتذى به، وربنا يوفقكم والامام دايما. شكرا، ميرسي جدا لحضرتك وشرف طبعا لينا كلنا حضرتك موجود معانا النهارده. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من برنامجكم نهارك ابيض.